بسم الله نبتدي بداه ونلتمس رضاه سبحانه جل علاه، به نستعين وعلى هداه نستقيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بحضراتكم في دنيا ودين. بنتكلم النهاردة عن عبادة عظيمة جدا جدا اسمها عبادة الصبر. الصبر على كل شيء. ممكن تصبر على زوجتك أو الزوجة، تصبر على جوزها، تصبر على ابتلاء، تصبر على مرض. قد إيه العبادة دي هتعرفوا إنها عبادة عظيمة، وخصوصا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. متخيلين؟ بغير حساب. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، ما قالش بما تصدقوا أو بما صاموا أو بما أي شيء، لا، بما صبروا. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. صبر جزاته بإذن الله الجنة، وكل شيء له ثواب. لكن موضوع اللي احنا دايما نبقى واقفين لبعض على الوحدة، وكل شيء لو ربنا ابتلاك بمرض ما انتش راضي بيه، ودايما ناقم على حياتك، مراتك شايفها دايما في عينك شكل تاني، وقاعد دايما في خناقات، زوجك مش مال عينيكي، ولو حصل شيء بسيط دايما، لا، الموضوع يا جماعة محتاج صبر شوية، ومحتاج، وكل البيوت بلا استثناء، شوفوا كل البيوت، يعني اتعلمنا في الإعلام يقولك دايما ما تعممش، ما ينفعش نقول دايما كلمة كل دي، بس صدقوني مش عايز أقسم لكم إن كل البيوت كل واحد عنده هم، والموضوع بيختلف من شخص لشخص، بس فكرة إنك تصبر على اللي عندك أكيد دي هتكون نعمة من عند ربنا. اللي هتكلم أكتر بالتفصيل أكيد شيخنا وحبيبنا الغالي اللي منورنا دايما في دنيا ودين، الشيخ حازم جلال الداعية الإسلامي. أهلا بك يا مولانا. أهلا بحضرتك دكتور محمد وبالسادة المشاهدين. ربنا يسعدك ويحفظك مولانا. اتفضل يا غالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، سر الأسرار ونور الأنوار، أستاذ الأبرار ومعلم الأخيار، سيد الأطهار، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عليه الصلاة والسلام. بداية رب أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم آمين يا رب العالمين. زي ما حضرتك أشرت في المقدمة الجميلة الرقيقة الركراقة عن الصبر، الصبر من الأخلاق الفاضلة، الأخلاق والصبر من شيم الصالحين، وهو دأب الصالحين المخلصين الطيبين الطاهرين المحسنين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يجازي على هذا الصبر. استشهد بقول الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذي يجازي هو الله سبحانه وتعالى. الصبر دكتور محمد مر، تمام، الصبر إيه؟ مر. لذلك يقول القائل الصبر مثل اسمه مر مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل. الله، الله. العاقبة بتاع الصبر فرج. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في أواخر سورة النحل يقول لسيد الدنيا والآخرة صلى الله على حضرته وآله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. شوف اللي جادي. أيوة. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الله. ثم يعقب الحق سبحانه وتعالى واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لما عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم من الطائف برحلته من الطائف وقد أوذي الحبيب صلى الله عليه وسلم، تسلطوا عليه السفاء والصبية فألقوه بالحجارة وبأبشع الألفاظ ورموه يعني بالألفاظ البذيئة، وسيدنا صلى الله عليه وسلم يلتجئ إلى ربه إلى خالقه وبارئه ويقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، يأتيه الفرج من السماء. الله يقول له يا حبيبي يا محمد إذا كان أهل الأرض لا يعرفون قدرك ولا منزلتك ولا شأنك فتعالى إلي لترى حفاوة السماء بك. لذلك جاء الأمر الإلهي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ربنا يكرمك يا مولانا. استأذنك ناخذ معنا أستاذ حازم. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ محمد، أنت وضيف حضرتك الكريم. يا أهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. أستاذ محمد أنا دلوقتي بصلي وبقوم كل العبادات وعندي 38 سنة وحياتي متوقفة بدون عمل ولا جواز، فهل أنا كده من الصابرين؟ بس أنا نفسي بدأت تقفل خالص من حياتي. السؤال واضح؟ أيوه. حاضر أستاذ حازم، حاضر، ربنا يعينك ويقدرك يا رب، شكرا جزيلا يا فندم، اتفضل مولانا.
أولا الصبر يحتاج إلى يقين في الله سبحانه وتعالى، الواحد. اثنين، الصبر سلاح قوي ويحتاج معه إلى عمل، أن يبحث الإنسان دائما وأبدا، لا ييأس أبدا، لا يأس أبدا. لذلك سيدنا يعقوب، أستشهد برضو أجيب له، أيوة. سيدنا يعقوب صحيح. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى إذن ما تيأس يا أستاذ حازم أبدا أبدا. اللي أنت بتعمله بتصلي وتصوم وكلام من ده، خلي بال حضرتك الأمور دي والعبادات دي كلها بتعود علينا إحنا، تمام. ربنا سبحانه وتعالى لا ينتفع بعبادتنا صحيح، ولا يضره سبحانه وتعالى معصيتنا، خلي بالك. فاحنا اللي بننتفع والامر يرجع ليه. لكن عاوزك مع الصبر، انت من الصابرين، أيوة. مع الصبر عاوز حضرتك تجتهد وتبحث مره واثنين وثلاثه وعشر، وما تيأس ابدا ابدا. فصبر جميل عسى الله، شوف شوف جاي منين، أيوة. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا الله. انه هو العليم الحكيم. فصبر جميل، وكأن في انواع للصبر يا مولانا. طبعا طبعا. لا، الصبر، الصبر على الطاعه، الصبر على المعصيه، الصبر على البلاء. شوف الصبر على الطاعة، طاعة تحتاج إلى صبر، وهو سيدنا رسول الله كان في طاعة برضو، بس ربنا قال له واصبر وما صبرك إلا. الصبر على المعصية، عشان تجاهد المعصية دكتور محمد لازم تحتاج المعصية، والنفس البشرية عمال تلوم وعمال وعمالة عمالة تاخد الإنسان من هنا في الشهوات تمام. يحتاج إلى صبر. الصبر على البلاء ده كبير جدا، وتعال لنا في قصص الأنبياء في سيدنا يونس صحيح. وسيدنا طيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل، استأذنك مولانا وناخد معنا أستاذة فيروز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتور محمد. يا أهلا بيك، اتفضلي. كنت عايز أسأل الشيخ على حاجة أنا عملتها في حق جوزي يعني. تمام. أنا كنت عملت صفحة على الفيسبوك فيك يعني. جميل. وكلمته وكلمني وقعد يشتكي لي من مراته اللي هي أنا طبعا. تمام. ودخل معايا بقى في حوارات وكده. تمام. وبعد كده طلب مني الجواز وانا مش عارفه اعمل ايه. لا اله الا الله. طلب مني الجواز اللي هي انا يعني مراته. تمام. اللي هو انت اصلا انت في الاساس مراته، وعملت الفيلم يعني كامل. تمام يعني. تمام تمام. ووصلت لايه في النهايه؟ النهايه جواز. جواز. عايز اعرض عليك الجواز يعني. هو خلاص عرضه بالفعل. تمام. حاضر. حاضر يا استاذ فيروز. هيطلع القديمه والجزء والجزء القديم. هيطلعني يرضيك. تمام. حاضر يا فندم. حاضر. رايك يا مولانا؟ رايي مما عمل به البلوى والله. كلما زاد التدور كلما زاد التدهور والله. تمام. السوشيال ميديا ديت يا دكتور محمد ربنا خلق يعني اوجدها، وهي خلق موجود للنفع، الانسان يستفيد منها وينتفع بها بما فيها من منافع. عاوز اقول لك حاجه، اللي انت عملتيه معاه على صفحه فيك ويمين، عاوزك تعمل معاه الحقيقه. شوف الكلام اللي هو قاله، هو ده اللي عاوز يقوله، اللي شده. ربما يا دكتور محمد الزوج والزوجه في واحد لا يمتلك ان هو يعبر بالكلام او المشاعر، لا يمتلك، خلي بالك بقى معنى ايه. في حكمه بتقول الممنوع مرغوب. بالظبط كده. تمام. ففكره ان مراتك بقت في ايديك، او الزوج بقى مع زوجته باستمرار بقى قدامهم، الاثنين قاعدين مع بعض 24 ساعه، فاصبح موضوع بالنسبة لهم روتيني مثلا. هي دي نقطة ايه بقى؟ الروتين، او نقطة الـ 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 ان الحياة اليومية ثابتة ما بتتغيرش، عاوزة جديد، فلازم الواحد يجدد. تمام. بص يا دكتور محمد، كل شيء بين الزوج والزوج احله الله ما عدا امره. الحل ايه في موضوع استاذة فيروز؟ عشان هي اكيد بتتفرج علينا، الحل ايه؟ الاستاذة فيروز أيوة. اللي هي عملته معنا صفحة الفيسبوك، تتكلم معها الحقيقة وتقول لي والله انا اللي انت عملت معاه 1 2 3 4، واللي انت عاوزه كله مش هيثق فيها تاني. لو واجهته اللي انا عاملة صفحة فيك مش هيثق في زوجته تاني، اللي هو طلبه على الصفحة دي تنسحب من غير ما تعرفه انا مين. تمام. بالظبط. هي اللي هو الحاجات اللي هو كان بيتكلم فيها والمشاكل اللي كان بيتكلم فيها تحاول هي تعدلها. تمام. وتنسحب بعد ذلك. تقعد بقى ترمي له من تحت حكايات ومش كامله، شكله عامل عامله وتلقى عليه. طيب مش هتبقى حقيقه والله. ربنا يكرمك يا استاذه فيروز ويهدي لك زوجك يا رب. معانا استاذ صبري. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور محمد، ازي حضرتك؟ يا اهلا معاليك يا فندم، اتفضل. انا اولا بحب حضرتك قوي وبحب ابتسامتك الرائعه. ربنا يحفظك يا رب، احببك الله. ربنا يسعدك يا رب. ممكن اكلم اخي الحبيب؟ اتفضل يا فندم. كنت عاوز اسال بس سؤالين اخي الحبيب. مما يعيني الانسان على الصبر، دي اول حاجه. على المصيبه. ثاني حاجه. تمام. هل كل بلاء من مرض او حادث او غيره يؤجر عليه العبد اذا اصيب به؟ حاضر حاضر يا فندم، شكرا جزيلا يا استاذ صبري. الاعانه على الصبر،
اولا لابد الانسان يستعين بالله سبحانه وتعالى. في السؤال السابق قبل بس في نقطه تمام. في ناس بتاخد يا دكتور محمد الامر الوسيله وتعمل صفحات وغيره وغيره. أيوه. وسيدنا رسول الله حذرنا من ذلك. ليس منا من خبب ايه امراه على زوجها. جميل. ليس منا مش عارف الاسلام. أيوه. فبالتالي ينبغي الانسان ان هو ايه يرجع عن هذا الامر ويتوب الله سبحانه وتعالى. اما بالنسبه للاستعانه ليس منا من خبب يعني افسد. جميل. امراه على زوجها او زوجة على زوجها. ده طلب المخرج قال لي الحديث بالظبط. حاضر. ليس منا صحيح. أيوة. ده نفس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اسم من كمال الايمان. تمام. اما الاستعانه على الصبر لابد الانسان ان يستعين على الصبر بالطاعه لله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع بين يدي الله. تمام. سبحانه وتعالى كما قال ربنا استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم كما قال ربنا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن رزقناهم ينفقون ومن رزقناهم ايه ينفقون. كذلك كما فعل سيدنا يونس عليه السلام وزنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك. كذلك يستعين بالصلاه على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سيدنا ابي يعني اجعل لك يا رسول الله الربع قال طب الثلث ان شئت فهو خير لك ان شئت فهو خير لك اجعل وقتي كله لك يا رسول الله قال ان شئت اذا يكفى همك إيه ويغفر ذنبك. يعني الهم بتاعك هي بالصلاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب ويزول. اكتر حاجه دكتور محمد كمال والحاجه المهمه ان الانسان لا ييأس ابدا. جميل. من روح الله ومن عطاء الله سبحانه وتعالى. طيب. احيانا الكلام على الصبر وتحديدا على الصبر تحديدا يقول لك الكلام سهل ماشي لكن التنفيذ صعب وخصوصا لما تكون المصيبه مش مصيبتك. زي ما بقول لك عندما قتل كليب هو اللي كان قاتل فقال لك ايه الديه عند الكرام الاعتذار. تمام. الديه عند الكرام الاعتذار. وعندما قتل ولده قال لأقتلن به عدد صحيح. الحصى والنجوم والرمال. صحيح. متخيل لما هو كان قاتل صحيح. قال لك الدية عند الكرام الاعتذار. لما صحيح. ابنه مات قال لأقتلن به عدد الحصى والرمال والنجوم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فقد ابنه الوحيد وأخذ يبكي إبراهيم ويبكي عليه صلى الله عليه وسلم ورآه وسمع صوتا من خلفه وسيدنا عمر وسيدنا رسول الله يقول له إذا أتاك الملكان فقل لهما ربي الله وديني الإسلام وأبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. فسيدنا رسول الله سمع نهنة من خلفي أي بكاء من خلفي. فإذ بسيدنا عمر يقول رسول الله إن ولدك يعني لم يجري عليه القلم. كان عنده 16 شهر يعني. تمام. يعني حاجات بسيطة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها رحمة وتثبته. إذا من يثبتنا يا رسول الله؟ فنزل قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى الإنسان صحيح. لابد إن هو مع كل أزمة. لذلك القائل يقول يا دكتور محمد في هذا والشعر يقول في هذا يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله وإذا بليت فثق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله, الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله الله الله. يعود سيدنا يونس 70 سنة ويعود سيدنا طيب. أيوب كذلك صحيح. أستأذنك مولانا وناخد معنا أستاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. حضرتك كنت بسال بس انا مقاطع اختي بقالي سنتين. تمام. وكانت هي كانت اذياني في شغلي وكانت دايما بتبوظ عليا حياتي تمام. وكانت مضايقاني جدا لدرجه ان انا ما بقتش طايقها لغايه ما اضطريت ان انا اقاطعها. بقالي دلوقتي طيب. سنتين ما بكلمهاش نهائي. سؤال يا استاذ محمود حضرتك متجوز؟ لا. لا تمام. تمام. طيب ايه يعني في حاجه كبيره قوي لدرجه ان احنا نوصل لسنتين مقاطعين بعض. طب ليك اخوات تانيين؟ عندي اخوات تانيين. تمام. لكن دي اختك دي تحديدا اللي العلاقه بينك وبينها مش جيده يعني؟ عشان هي دايما كانت بتقعد تتدخل في حياتي الشخصيه ما بيني وما بين صحابي وجيراني وكانت دايما بوظ عليا الدنيا لان انا والدي متوفي بقاله فتره بالسلب. ودايما بتقعد تسلط عليا والدتي باستمرار. عندها كام سنه يا استاذ محمود؟ هي متجوزه معاها عندها 32 سنه. تمام. وحضرتك الاكبر ولا الاصغر؟ لا انا اصغر منها. اصغر منها. حاضر يا فندم. شكرا جزيلا وربنا يهديها ويهدينا يا رب. كان في سؤال للاستاذ البلاء
هل في أجر عليك؟ طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبتلى المرء على قدر ديني، الأمثل فالأمثل فالأمثل. تمام. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. تمام. فالأجر الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفي عليه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي على الحاجة الوحيدة في القرآن لو جيت تقرأها دكتور محمد تلاقي مش محسوب لها أجر. أيوة. والصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب. من الذي سيتفضل؟ هو الله سبحانه وتعالى. تمام. أما بالنسبة صبر الزوجة على الزوج يا مولانا. نعرف لك نستأذنك وناخد معنا أم محمد. السلام عليكم. يا أهلا بيك يا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أهلا بيك. إزيك يا دكتور محمد؟ بخير ربنا يحفظك يا رب. إزاي فضلت الشيخ؟ الله يخليك ويسترك. جزاك كل خير يا رب. حقيقة كل كلمة بيقولها لي والله في ميزان حسناته. اللهم آمين. اتفضلي يا أم محمد ربنا يحفظك. بقول لحضرتك انا صابره، انا صابره. تمام. وكمان صبر جميل يعني الحلو بقى الصبر الحلو قوي. ايوه. بس انا بيني وبين ربنا عمار مش عايز اشتكي، لكن هو هل مثلا سنين في طلبه بس يعني ربنا يعني سبحان الله تعالى هو اعلى واعلم، هو ربنا سبحان بيني وبينه في اسرار يعني، فانا مش عايز اقول ربنا سبحان الله تعالى راضي عني وكده، بس انا الصبر يعني نتكلم في الصبر صبر 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 جميل قوي يعني. تمام. هو يعني ما بشتكيش. ربنا يحفظك يا رب ويقويكي. مش بشتكي بس هل مثلا هيبقى جزاء حلو كده في الجنه؟ حاضر يعني حاضر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حاضر ربنا يجمعنا جميعا يا رب بالجنه يا ام محمد يا رب. وعين وحبيب قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. حاضر يا ام محمد شكرا جزيلا. قبل ما نجاوب عليها كنت بقول لحضرتك قبل الاتصال صبر تحديدا الزوج على الزوج ده امر نبوي وامر الهي. ولابد ان احنا ما ننساش العشره يا دكتور محمد، ولا تنسوا الفضل بينكم. تمام. وربنا قال لك وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. فربنا سبحانه وتعالى امرنا بحسن العشره مع بعضنا البعض. تمام. الحياه استحالت بالادب كده والاحترام. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح بضرب. تسريح باهانه؟ لا. تمام. قال لك تسريح باحسان، يبقى الانسان يكون محسن في كل شيء. جميل. واذا صبرت المراه على خذ الدليل اهو، اذا صبرت المراه على اذى زوجها لم يكن لها جزاء الا الجنه وكذلك. تمام. طيب سيدنا عمر كان يصبر على اذى امراته. سيدنا عمر امال ايه؟ على اذى امراته معلومه جديده دي بالنسبه لي. على اذى امراته. وسيدنا شوف لما ربنا يقول وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وكلا ادخلا النار مع الداخلين. شوف يعني صبر الاثنين صبروا على ايه؟ صحيح. والخيانه هنا ما كانتش خيانه فراش، لا خيانه. طيب. في نقل المعلومه لهم. طيب استاذنك وناخد معنا استاذه انتصار. السلام عليكم. استاذه انتصار معنا؟ ايوه يا فندم. يا اهلا بيك اتفضلي يا فندم. عايزه اسال الشيخ في حاجه معلش. اتفضلي. انا دلوقتي كنت متجوزه واتطلقت ورجعت اتجوزت تاني وما حصلش نصيب في الخلفه. تمام. فانا جوزي على بابا الله. تمام. ووالدتي بتاخد معيش فهي عامله قرض فهي عايزه تساعدني بيه. تمام. انا دلوقتي عندي شقه بس والدي الله يرحمه قايل ما حدش يبيعها. فانا كنت عايزه ابيعها عشان اعمل عمليه. فوالدتي مش راضيه فقالت لي انا هساعدك بالقرض. هل ينفع يعني هي لو ساعدتني اعمل عمليه مش حرام؟ انا هديها من ثمن الايجار بتاع الشقه. تمام. يعني هي لو دفعت لي 20 انا هديهم لها 20. تمام. انا عايز اعرف حرام ولا يعني تستلفوا من والدها؟ حاضر حاضر يا استاذ انتصار شكرا جزيلا. في اقل من دقيقه استاذ محمود مقاطع اخته بقاله سنتين. اولا هذا لا يجوز مطلقا. ليه؟ لانه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت او قطعت رحمه وصلها. والله قال فلعسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لا يعلم الله. انت حضرتك لا تكلم كل حاجه وتعمل حدود فاصله لا تتدخل في حياتك ولا يمين ولا شمال. جميل. ان كب النصيحه لا باس بذلك. ام محمد بتقول صبر صبر جميل صبر حلو. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وبعد كده قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. جميل. استاذ انتصار موضوع المعاش وهتاخد من والله ان خالد ان والدتها جايبه قرض هتعمل باي شيء وهتستلف من والدتها وبعد ذلك ترجعوا المبلغ تاني لا باس بذلك. طيب لكن ربنا يحفظك. حاجه في عجاله. اتفضل. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. لكن امرنا ربنا بالتداول. جميلة مولانا استأذنك ونستأذن المشاهدين المحترمين هنروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم بإذن الله في دنيا ودين.
البداية أنا عايز أشكر كل اللي تبرعوا لإنشاء مسجد ستة بالهول من داخل مصر أو من خارجها، وبشكر أهل قريتي للتعاون سواء بالعمل أو بالتبرع أو بالجهد الشخصي إن هم جم وتبرعوا معانا، وبشكر كل من تبرع من داخل جمهورية مصر العربية إن كان من القاهرة أو من اسكندرية أو من أي مركز من المراكز اللي جنبنا أو من أي محافظة. من 25 يوم بالضبط بدأنا العمل في المسجد، وبسم الله ما شاء الله العمل ماشي زي ما انتم شايفين. في البداية خالص عملنا عملية الإحلال، بالنسبة لإحلال المسجد المساحة طبعا مساحته حوالي 700 أو 685 متر، ما يقرب من 700 متر، في 43 عمود. ال 43 عمود اللي احنا شغالين فيهم النهارده المرحله الاولى منهم، يعني في مرحله تانية بعد كده من الاعمده، لان في صندره وفي دور طارئ ودور واحد بس ارتفاعه عالي جدا. المرحله اللي شغالين فيها النهارده 5 طن حديد و20 طن اسمنت و20 متر رمل و32 متر زلط. بالنسبه لسقف الصندره وسقف المسجد طبعا المساحه واسعه، سقف الصندره هيتعمل مرحله لوحده وسقف المسجد مرحله لوحده. سقف الصندره نفس المرحله اللي شغالين فيها ونفس المرحله بتاعه الثانيه من الاعمده اللي هي 20 طن 5 طن حديد 20 اسمنت و20 رمل و30 زلط. بالنسبه لسقف المسجد طبعا المساحه واسعه، مش محتاجين اقل من 30 طن حديد و120 متر و120 طن اسمنت و320 متر رمل وزلط 400 متر زلط. انا بشكر اهل المكان اهل قريتي اللي تعاونوا معايا في بناء هذا المسجد، وبدعو ربنا سبحانه وتعالى ان يتم علينا على خير، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نصلي فيه في رمضان، لان الناس دي في احتياج مسجد لنا في المكان، وده المسجد الوحيد. وبدعو كل من هو بيحاول يتبرع او يوصل لنا ان هو يساعدنا ان كان بحديد او برمل او باسمنت، شباك، بلاط، رخام، طوب، لان عشان بس نبني المسجد الحيطان بتاعته عايزين 150 الف طوب حمراء و60 الف طوب اسمنتي. فانا بشكر كل اللي تبرعوا وبدعو كل الناس للتبرع، وبقول يا رب يجعله في ميزان حسناتهم. وكل الناس اللي موجوده معانا اللي شغاله شغال بايده بشكرهم، واللي شغال ان كان بيتبرع او بجهد خاص انا مش قادر ان انا اقول لهم ربنا يعينهم على فعل الخير وربنا يجعله في ميزان حسناتهم. وبشكر كل الناس والف الف شكر، متشكرين، والسلام عليكم ورحمه الله. في دنيا ودين شفنا مع بعض تقرير عن مجمع التوحيد الإسلامي، وشفنا خلية العمل إزاي شغالين ما شاء الله عليهم، وأكيد الناس محتاجين طلبات معينة لاستكمال المسجد. بيقول إن هو محتاجين بما يقرب من 40 طن حديد، محتاجين أسمنت، محتاجين رمل، محتاجين زلط، محتاجين حاجات كتيرة جدا، محتاجين دعم الناس أكيد اللي بتفرجوا علينا. وأي حد عايز يساهم في مجمع التوحيد الإسلامي بنقول مستوصف خيري، بنقول دار لتحفيظ القرآن الكريم، بنقول مصلى للسيدات، وفي النهاية بنقول مسجد لأهالينا في قرية ستة أبو الهول مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية. أي حد عايز يتواصل ويساهم في مجمع التوحيد بيكون من خلال الأرقام اللي موجودة أمام حضراتكم على الشاشة، بيكون من خلال مؤسسة عمر ابن عبد العزيز. ايا كان مكانك فين ممكن يبعتوا لك المندوب، عايز تيجي بنفسك بنقول دايما وبنقرر العنوان، العنوان هو قريه ستة ابو الهول مركز صان الحجر بمحافظه الشرقيه. اللهم امين. زي ما قال كده اللي كان ماسك الميكروفون حد من قريه ستة ابو الهول بيقول ان شاء الله عايزين في رمضان وفي القريب العاجل ان يكون لهم نصيب يصلوا فيه، فاللهم امين يا رب، دي امنيه نفسنا تحقق في القريب العاجل جدا ان اهلنا هناك كلهم نصيب ان هم يصلوا في مجمع التوحيد. اسمحوا لي ارحب بضيفي الغالي والجليل الشيخ حازم جلال الداعيه الاسلامي. اهلا بك مولانا. اهلا بحضرتك دكتور محمد المسلم مشاهدينا. تفضل يا مولانا. اولا الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المتفضل وهو الكريم سبحانه وتعالى، وعطاؤه لا ينفد ابدا. عطاء ربنا لا ينفد ابدا. حتى في قصه سيدنا يوسف يا دكتور محمد، شوف لما ربنا سبحانه لو احنا جينا نقرا فيها حاجه غريبه قوي، عامله شفت لما تروح تعمل قياس للقلب تمام بتلاقي طالع نازل كده. ايوه هبوط وصعود هبوط وصعود كذلك سيدنا يوسف شوف صغير ثم بعد ذلك هو البئر ثم بعد ذلك تاخذ القافله ثم بعد ذلك يدخل السجن ثم بعد ذلك يصعد تاني عزيز مصر ويكون ملكا تمام كذلك الدنيا كده بس كل ده احتاج الى صبر
زي ما دول برضو صابرين وربنا سبحانه وتعالى سيكرمهم طبعا ويتفضل عليهم بمن يكون سببا في بنائه وفي عونهم وفي إقامة الشعائر لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى التأشيرة لهذا والدليل في بيوت أذن الله كما جميل. ذكرت وأشرنا يعني ربنا هو الذي أذن، فخلاص طالما ربنا أذن خلي بالك انتهى قولا واحدا. لكن أما ربنا سبحانه وتعالى بيأذن بيحب من عباده ان هم يشاركوا، انا اذنت بده بيك او من غيرك هيكمل بس خلي بالك تمام. انا عاوز يكون لك نصيب عاوز يكون لك ايه نصيب. لذلك لا ربنا لك فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى جنة المغفرة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تمام. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما حتى في العبادات يا دكتور محمد شوف ربنا يقول لك في سورة السجدة يقول لك تتجافى جنوبهم عن المضاجع. شوف بقى أدب الصالحين أيوة. الطيبين الطاهرين المخلصين المحسنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. سبب يكون في عز النوم كده تحت البطن في الجو الساعة اللي احنا فيه ده وتلاقي إنسان مش عاوز يقوم، لكن بقى أما يكون عايش مع ربنا لأنه سيصلي الفجر ومن صلى كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. في ذمة مين؟ الله سبحانه وتعالى لن يمس المكروه ولا سوء ولا ضرر ولا أي شيء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمع، خوفا شو بلا بالخوف وطمع، خوف من ايه؟ من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، من عقابه سبحانه وتعالى، وطمعا في رضاه سبحانه وتعالى ورحمة الله وفي رحمة الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك يا دكتور اذا رضي الله عليك رضي الله عليك أيوة. كل شيء في الدنيا الله كل شيء في الدنيا الله. سهل ربنا يا رب يرضى عنا جميعا صحيح كل شيء في الدنيا سهل جدا تمام وحتى في الآخرة لأنه الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء. يدعون ربهم خوفا وطمعا وبعدها يقول لك ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الجزاء من جنس العمل بالظبط كده، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صحيح. انت سؤال بس حتى في الفلاحين عندنا كانوا يقول لك ايه أيوة. انت بتزرع غلة قمح يعني هيطلع بالظبط كده بالزبط. هيطلع شوك؟ لا طبعا بتزرع تين هيطلع تين صحيح. اللي بتزرعه بتلاقيه هي يقول كده من زرع حصد حصد اللي انت بتزرعه بتلاقيه هتلاقي. زرعت الخير هتلاقي مع ربنا هتلاقيه موجود لذلك تعال بقى نطبق المثل ده ونجيبه من القران يقول لك ايه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله شوف ما بيضيعش هو خيرا مش كده وبس صحيح واعظم اجرا يعني هو شوف الخير اهو موجود اهو متضاعف واعظم اجرا جميل. اذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر على سيدنا ابي هريره والحديث اخرجه الامام ابن ماجه وجده يغرس غراسا في الارض بيزرع في الارض قال له بتعمل ايه يا ابو هريره؟ قال له بغرس غراسا يا رسول الله قال افلا ادلك على غراس خير من غراسك؟ قال له بلى يا رسول الله قال أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. أخرج الإمام البخاري وإن الشجرة ليسير الراكب مش الماشي الراكب أمال إيه تمام في ظلها 100 سنة لذلك ومن لم يصدق فليقرأ قوله وظل ممدود. الخير راح يا دكتور؟ لا طبعا بس لا طبعا ما بيضيعش أبدا. المعنى كده إن شاء الله أني كل حبايبنا واهالينا اللي بيشاركوا في عمل الخير في مجمع زي مجمع التوحيد او مسجد زي مسجد عمر بن الخطاب اللي بيكون ايضا معانا في دنيا ودين ان شاء الله كل اللي تعمل ده تيجي في لحظه كده تلاقي كل ده زي الطفل اللي احنا بنربيه وبنجيب له حصاله بنحط بيكون العمله فيها عملات يعني بيجي في النهايه بيبقى مبسوط بيها تمام. نفس القصه انت حصاله تيجي بعد 100 سنه بعد مليون سنه كل دي اعمال خير بتجمعها عندك وربما تكون دي كانت آخر حاجة بالنسبة لك تفكر فيها أو مش مركز فيها ولكن عملت الخير ونسيته لكن خير مازال موجود حتى بعد الممات. أجيب لك دليل على كلام سيادتك تمام. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم إن الله ليأخذ الصدقة بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه المهر الصغير تمام فيربيها كما لأحدكم أيوة. كما يربي أحدكم فلوه صغير شوف بيكبر إزاي باستمرار بيكبر فرص قدامك مرحلة مرحلة الله يفتح عليه ومين بقى هنا اللي بيربي المولى تبارك وتعالى سبحانه سبحان الله هي قضية متهية لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا
دائما وأبدا أن نكون من المحسنين، والله يحب المحسنين، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. جميل. عمره ما يذهب أبدا. تمام. لذلك وما تيأس أبدا، أبدا وما تيأس، وهؤلاء لا يأسون. حتى ولذلك دائما أستشهد، ولذلك لو تكن وقف مع سورة سيدنا يوسف عليه السلام. تمام. لأن فيها من المعاني الرقيقة الركراكة الجميلة التي إذا ما قرأها الإنسان وعاش في معانيها حلقت به في سمع الزمان. وده مش كلامك على فكرة، ده كلام المولى تبارك وتعالى. نحن نقص عليك أحسن القصص. الله يفتح عليك والله. أحسن القصص. قال له فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هؤلاء صبروا والله المستعان، يعني الله. المعين الله، الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك من جمال سيدنا يوسف عليه السلام لما ما فعلتم بيوسف وأخيه، قالوا إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي. تمام. اللي حصل قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نفس القصة أهلنا اللي في قرية ستة والهول أو في قرية الزنانيري، سواء مجمع التوحيد أو مسجد عمر بن الخطاب، بنطمنهم إن شاء الله بما إن مولانا فضيلة الشيخ حازم جلال ذكر قصة سيدنا يوسف. القصة بدأت بحلم وانتهت بحقيقة. صحيح. نفس القصة ده حلم لأهالي قرية زنانيري وقرية ستة أبو الهول، وبإذن الله في القريب العاجل هو خلاص على أرض الواقع أصبح حقيقة، ولكن الحقيقة ناقصة أن هي تكتمل. فبإذن الله في القريب العاجل إن شاء الله يكون ليهم نصيب أن هم يصلوا في مسجد التوحيد ومسجد عمر بن الخطاب بإذن الله تعالى. وما بين الحلم وما بين الرؤية والحقيقة استعانة وصبر ويقين طبعاً وثبات. طبعا. لذلك لا تثريب عليكم. أنا دائما أقف عند كلمة قد من الله علينا. إنه من يتقي ويصبر. ويصبر الاثنين مع بعض. فإن الله لا يضيع أجر. يتقي ويصبر. ويصبر. بس القضية من عنده هو. أكيد. مش من عندك أنت. طبعا. قد من الله علينا. أعطانا الله، وهبنا الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى سيمن بفضله هو وكرمه على هؤلاء في بيته هو سبحانه وتعالى، حتى يعيشوا في هيام مع الله وفي حب مع الله وفي مناجاة مع الله، حينما يذهبون يصلون لله سبحانه وتعالى ويستعينون بالله على طاعة الله. لذلك حين نقرأ في فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بمن؟ بالله على طاعة الله سبحانه وتعالى، أي نستعين بك يا رب بطاعتك. أمين. يا رب نستعين بك ايه على طاعتك. نستعين بالله على طاعة الله، نستعين بك اهدنا على طول. نستعين بك بالهداية كمان. الله يفتح عليك. تمام. وده وقف يعني حسن. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا. اهدنا اهدنا الله. يا رب طب اهدكوا ايه؟ تمام. صراط الله المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. افضل شيء صحيح الهداية من الله سبحانه وتعالى. تمام. لذلك قالوا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، هو المتفضل سبحانه صحيح. وتعالى. ربنا يحفظك، كلامك والله بيوصل القلب يا مولانا، ما شاء الله عليك. بس نفكر مشاهدين المحترمين، المشاهد اللي قدامنا حبايبنا شايفين العمدان اللي موجودة والناس اللي شغالين ما شاء الله. خلية نحل ده مجمع التوحيد اللي موجود في قرية ستة أبو الهول مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية. بنقول مساحة المجمع بما يقرب من 650 متر أو 700 متر، في مصلى للسيدات، في دار لتحفيظ القرآن الكريم، في مستوصف خيري، مستوصف طبي، يعتبر عيادة شاملة يعني، وفي النهاية مسجد بتقام في الشعائر. فالموضوع بقول مؤسسة كاملة لأهلنا في قرية ستة أبو الهول مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية. أي حد عايز يساهم في هذا المشروع العملاق والعظيم بيكون دائما من خلال الأرقام الموجودة أمام حضراتكم، ويكون من خلال مؤسسة عمر ابن عبد العزيز. هنروح لفاصل ونرجع نكمل معكم بإذن الله في دنيا ودين. هنا من مسجد الفاروق عمر بن الخطاب قرية زنانيري مركز أولاد صقر الشرقية. بدأنا من شهر ونص في مباني المسجد، بدأنا بالعادية خدت 25 طن أسمنت و100 متر رمل و100 متر زلط، وبدأنا بالقواعد الشرطية برضو عملنا العمدان، وبرضو بنينا مباني خدنا 50 ألف طوب
وخمسة طن اسمنت لهم. وبالنسبة لصبة سقف الميضة بأمر الله زي ما انتم شايفين بتاعت السيدات، بنناشد اهل الخير بصبة المسجد من فوق السقف الكبير بأمر الله، وربنا يجازي اهل الخير ودعوات الناس وربنا يتمها بخير ان شاء الله. اعظم عمل نفعله جميعا يا عباد الله هو بناء بيت الله عز وجل، وانا عن نفسي احب بناء المساجد، والله افرح من كل قلبي عندما ياتي لي عمل في اي مسجد، لانه بيت من بيوت الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه، يعني ولو كعش طائر، ماذا يا رسول الله ما صلى عليه؟ قال: بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ: بنى الله عز وجل له قصرا في الجنة. والله عز وجل يقول: إنما يعمر مساجد الله، وفي قراءة: إنما يعمر مساجد الله. يعمر مساجد الله عز وجل بالصلاة فيها، ويعمر مساجد الله عز وجل بتشييدها والبناء فيها يا عباد الله والعمل فيها. بنشتغل في سقف الصندرة وسقف الميدة، وإن شاء الله بكرة بإذن الله عز وجل هننتهي من صبة الصندرة وصبة الميدة، ودخل علينا رمضان، فعاوزين كل إنسان ينفق مما استطاع، لأن الله عز وجل يقول: واتقوا الله ما استطعتم، ودخل علينا رمضان، فعايزين كل إنسان ربنا عز وجل يعينه على فعل الخير ويقدر يقدم حاجة لله عز وجل، يقدم قدر المستطاع. فإنك يا عبد الله إذا ساهمت على بيت من بيوت الله يا عبد الله بنى الله لك قصرا في الجنة. عايزين ننتهي من صبة السقف الكبير، فكل إنسان في قدره المستطاع أن ينفق فلينفق يا عباد الله. احنا اشتغلنا هنا بقالنا 50 يوم في الجامعة كارت الزنانيري مركز أولاد صقر، عملنا العادية والمسلحة والميدة، وعملنا العمدان وبنينا، ووقفنا على صبة الصندرة، ووقفنا بره على موان وحديد، وبنناشد اهل الخير ان هم يتبرعوا للجامع، لان رمضان دخل علينا واحنا في الشتاء والناس بتصلي بره في الشارع مش لاقيين مكان يصلوا فيه، وان شاء الله احنا نفسنا نخلص السقف قبل رمضان. اهلا بحضراتكم مره اخرى في دنيا ودين. التقرير بتاع مسجد الفاروق عمر بن الخطاب اللي كان بيتكلم في التقرير اللي هو أول واحد مش التاني ده، بتشعر بعظمة المصريين. إحنا مختلفين والله عن الشعوب التانية، يعني في بعض الدول التانية عشان حد يطلع يقول الكلمتين دول ده محتاج يذاكر سنين، لكن الراجل ممكن، ما أنا معرفش هو شغال إيه، ممكن تلاقيه نجار مسلح لأن في أسمنت شايفه على لبسه والكلام ده، لما بيتكلم وبيتكلم بالدين و تشعر قد ايه بالعظمه في ايه؟ اللي هو عامل في نفس الوقت، وده اللي دعا اليه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الايدي العامله، وفي نفس الوقت قد ايه مذاكر وفاهم الكلام اللي بيقوله، الاثنين موجودين، فده قمه التواضع وقمه الاحترام، كلامه بالفعل يدخل القلب، قال لك احنا محتاجين لمسجد الفاروق عمر بن الخطاب ومن بنى لله مسجدا، وكلام كتير جدا عجبني صراحه يعني، فاحنا المصريين كده. وبركة الناس دي إن شاء الله في القريب العاجل مسجد الفاروق عمر بن الخطاب اللي موجود في قرية زنانيري مركز أولاد صقر في محافظة الشرقية، إن شاء الله يكون لهم نصيب في القريب العاجل بإذن الله، يعني رمضان إن شاء الله داخلين عليه أنا متأكد هيكون فيه تقرير مختلف تماماً على اللي حضراتكم شفتوه. اسمحوا لي أرحب بضيف الغالي والجليل الشيخ حازم جلال الداعية الإسلامي. أهلا بك مولانا. الله يخليك يا دكتور محمد بسلام شديد. إحنا يمكن علقنا على أخونا اللي موجود في التقرير قد إيه الوعظ وقد ايه الكلام الرائع اللي خارج من القلب، وفي نفس الوقت اللبس عليه اسمنت والكلام ده ان هو نازل وبيشتغل وممكن يكون كمان عامل في المعمار، يعني من اين تعلم هذا؟ ايوه من اين صحيح؟ من اين ده السؤال؟ من اين؟ صح كده؟ بالظبط. السؤال تقريري، تعلم هذا من المسجد. من المسجد؟ طبعا. اللي هو بيحاول دلوقتي يبنيه الذاكره يشارك فيه. الله ينور. الذاكره اللي هي اتحشت بالمعلومات القيمه اللي زي كده ويقول لك انا احب بناء المساجد. تمام. وكمان يقول لك وفي قراءة انما يعمر، قال لك انما يعمر مساجد الله، قال لك انما يعمر مساجد الله، يقول لك عمرها ايه؟ مبنى ومعنى، شوف الجمال وهو بيشرحها ازاي؟ تعلم ده فين؟ ربما ما يكونش معاه يعني اعداديه او كده او كذا او كذا، لكن الكلام اللي هو سمعه قاله
ده اللي يدل ان هو تعلمه شربه من المسجد فتربى عليه. تمام. لذلك يا دكتور محمد شوف ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مخرجه الامام مسلم في صحيحه: من قدم اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له الله حتى تروا انكم قد كافأتموه. طب ما بالك يا دكتور، ما بال السادة المشاهدين طبعا بالذي اعطانا كل شيء. يا الله ونعم بالله. ده اذا كان يمكن تاكيد لكلام حضرتك مخرجنا المحترم الاستاذ احمد علي واخواتنا في الكنترول مركزين جدا في التقرير وفي الكلام، وبيقولوا ان ده تعليم مدرسه الحياه اللي بيتكلم ده، وبيدعو للخير وللمشاركه ولاتمام مسجد الفاروق عمر بن الخطاب. بيقولوا ده تعليم مدرسه الحياه. بالفعل الحياه بتعلم كتير، بس الحمد لله تعليم رائع. يمكن اخواتنا في الكنترول مركزين جدا مع التقرير ومعجبين بكلام الراجل. يعني التقرير اللي قدامنا ده هو ده مسجد الفاروق عمر بن الخطاب. الحمد لله شطنا مرحله كبيره جدا، وداخلين على مفروض مرحلة تانية جديدة، فمحتاجين أكيد محتاجين أسمنت وزلط ورمل وحاجات كتيرة جدا، محتاجين دعم الناس اللي بتفرجوا علينا. طيب طريقة التواصل بيكون من خلال الأرقام اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة، بيكون أيضا من خلال مؤسسة عمر بن عبد العزيز. لو حضرتك عايز تروح بنفسك، العنوان قرية الزنانيري مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية. اتفضل مولانا. كان واحنا قاعدين كان أستاذ سراج بيسألني. تمام. واحنا قاعدين بيقول يا مولانا لو واحد عمل، بس انا مش عارف استاذ سراج والاستاذ احمد والجماعه في الكنترول مركزين في الكلام ولا في حته تانية. ايوه طبعا. تمام. فبيقول لي يا مولانا يعني كنت انا يعني واحد علمني استاذ علمني وانا في المدرسه وفهمني كويس، فيعني ابنه بيتجوز. تمام. هل ان انا اروح له يا مولانا واقدم معاه المعروف؟ أيوة. طبعا. لذلك انا بقول له هذا الحديث: من قدم اليكم معروفا أيوة. فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. تمام. حتى تروا أنكم قد كافأتموه. المعلم هو الذي علمك وهو الذي رباك. طيب ما بالنا بالذي ربنا جميعا؟ الحمد لله يا رب، أي الذي تعادهم بالتربية والعناية. تمام. الربوبية والألوهية، جاب لك الاثنين. صحيح. شوف رب أي الذي تعاد عباده بالتربية والعناية. معايا؟ معاك. لذلك ربنا هو الذي وهبك المال واعطاك المال. طيب اكافئ ربنا ازاي؟ هو ده السؤال. اكافئ ربنا ازاي؟ تكافئ ربنا ازاي؟ دي كنت بالصدفه من يومين كده كلمه انا حافظها وكلنا عارفينها بس بتمر علينا مرور الكرام كده: تهادوا تحابوا. حلو. احنا حافظينها وخلاص، بس تعالى شوف اثر الهديه بالفعل. ليها بالفعل سحر. لما حد بيجيب لحد تاني هدية تشعر بالاحترام والتقدير وانه فاكرني وربنا يكرمه، كفاية انه كان فاكرني. فتخيل النهاردة لما انت بتقدم هدية لناس ممكن ما يكونوش من بلدك ولا من قريتك، وانت في مكان وهما في مكان، والهدية بيت من بيوت الله. يا أخي مولانا، ده الهدية الأعظم في رحلة الإسراء والمعراج. لما صعد الحبيب صلى الله عليه وسلم في المعراج السابع، وهنا يقول لسيدنا جبريل: تقدم يا جبريل. قال له: لا، تقدم أنت، إن تقدمت اخترقت، وأنا إن تقدمت احترقت، وأما منا إلا له مقام معلوم. هنا لما صعد الحبيب ليرى الأنوار وخطى على سماء الله كالسماء ووصل إلى مكان لم يصل إليه الأنبياء، لذلك جاء الأمر ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما الذي أوحاه الله سبحانه إلى عبده؟ وأعطاه الله هدية لأمته. تمام. فجاءت الصلاة من فوق السبع الطباق هدية من الله لأمة سيدنا رسول الله. الله الله. هدية. لذلك هي الراحة. لذلك قال له: أرحنا بها يا بلال. لم يقل أرحنا منها. صحيح صحيح. أرحنا بها. جعلت قرة عيني في الصلاة. كان إذا حدبه أمر أو فزع في أمر ذهب إلى الصلاة. لذلك من روعة بيان فضيلة مولانا العارف بالله سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله وقدس الله سره ونور ضريحه، يقول: حسب نفسي أني عبد يحتفي بي بلا مواعيد رب، هو في قدسيه الأعز، وأنا أناجيه متى وأين أحب. الله الله. أنا أناجيه
بناجيه بعيش معاه طبعا بدعوه طبعا. طيب ربنا يحفظك مولانا بكل خير. فالمكافأة أن تتصدق ولن يستطيع أن يكافئ ربه. أيوة. لكن أن تتصدق بما أعطاك الله سبحانه وتعالى وبما تفضل عليك. تمام. ربنا يتفضل عليك لأن الشرط موجود أنفق ينفق عليك. بالضبط كده. ودي القضية. ربنا يكرمك. وبس إن شاء الله في القريب العاجل عايزين رمضان داخل علينا يمكن بكرر كذا مرة عشان احنا شايفين يمكن النهاردة تحديدا في محافظة الشرقية ومحافظة الدقهلية وخصوصا أنا جاي من المنصورة على البرنامج يعني في مطر شديد جدا جدا. نفس القصة لما بنيجي ندخل فصل الصيف لو ما فيش مكان ملائم أو مناسب للصلاة أكيد مش هتعرف تصلي فيه. ففكرة أن المسجد في المرحلة دي احنا بنقول مرحلة ممتازة جدا عايزينها بقى عايزينها إن شاء الله تكمل على خير في الجو البرد ده وجو المطر يكون المسجد لائق بالناس اللي رايحين يصلوا فيه لأنه بيت من بيوت الله. تخيلوا إحنا في بيوتنا دايما تلاقيك قاعد تركن قرشين معينين يقول لك هعمل بهم كذا هظبط بهم كذا واللي بيجي يتجوز بيبقى عايز يعمل شقته أحسن حاجة. طب ده بيتك وانت يعني تذكرة كده ومحطة وهتودع أنا وحضرتك وكل اللي بتفرجوا علينا يعني إحنا في الدنيا مش دار قرار يعني هي دار مرحلة بس وكله مسافر يعني. لكن انت النهاردة بتبني للي جاي بتبني بيت من بيوت الله بتساهم فيه. علشان كده نتمنى ان مسجد الفاروق عمر بن الخطاب الموجود في قرية زنانيري في القريب العاجل يكون ليهم نصيب هناك ان شاء الله ان هم يصلوا فيه والفرحة تبقى فرحة بالفعل فرحة جميلة. بقول تهادوا تحابوا فتخيل اللي يساهم في حاجة زي كده ده بيخلق نوع من الود والرحمة وكل شيء جميل بين الناس وبين بعضهم لما يلاقوا حاجة زي كده تم اكتمالها. وتم اكتمالها منين؟ عند المولى تبارك وتعالى من خلال حضرتك. ربنا بقى بيستعمل ايه عباده في حاجه زي كده مولانا يعني. وما الحياه الدنيا الا له ولعب وان الاخره لهي الحيوان. الحيوان يعني الحياه فيها لو كانوا يعلمون. الدنيا فعلا زي ما حضرتك اشرت كده مش دار قرار. كل من عليها فان. كل من عليها فان. لذلك تامل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنية إلى زوالي وكل العالمين غدا ستفنى ويبقى وجه ربك ذي الجلال سبحانه وتعالى. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بنيها. بالظبط كده. يا الله. إن بناها بخير طاب مسكنها. المسكن بتاعك ده بقى طيب. صحيح. ما هو سيدنا رسول الله قال كده عليه الصلاة والسلام القبر إما روضة من روضة الجنة أو حفرة أو حفرة من حفر النار. من نجا القبر أول منزلة من منازل القيامة. من نجا منه منازل الجنة. من نجا منه خلاص ما بعده أيسر. هتنجو منه بإزاي؟ بما قدمت وبما فعلت. بما إيه؟ قدمت وبما فعلت. وبما فعلت. رب ارجعون ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. شوف الجمال القرآني سورة النحل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إيه اللي يحصل له؟ فلنحيينه يا حياة طيبة. بس القضية ايه؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى. شوف المساواة شوف العدل. من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من اللي هيحيي؟ من اللي بايده يخلي الحياة حلوة؟ الله. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا. الله الله. مش الناس دي يعتبر في عبادة الصبر هم شغالين أهل القرية والكلام ده والمساعدة والبناء والتعمير طبعا. مش دي عبادة برضو؟ ده مش أحيانا ممكن الإنسان بيمل يقول لك يا عم خلاص أنا مالي أنا. ده من أعظم العبادات الصبر يا دكتور محمد من أعظم العبادات. تمام. لذلك لنا في سيدنا رسول الله الأسوة والحسنة والقدوة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لأول ما دخل المدينة يبني المسجد كان يشيل الطوب اللبن على كتفه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وكان في حفر الخندق يشيل التراب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. الله. والأنصار تقول لإن قعدنا والنبي يعمل لذاك من العمل المضل. شوف الجمال بتاع الصحابة مع سيدنا رسول الله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بنفسه صلى الله عليه وسلم يفعل عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أي إنسان فقد أي إنسان دكتور محمد تمام. حب يعمل له خير، حب يعمل له عمل صالح، حب يعمل له صدقة جارية تمام. لابد كل عمل يوهب للميت يصل يقينا. ولما ذهب أحد الناس ليعزي في أحد الناس قال له اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي، فإذا أصبت بمصيبة وبنحلة فاذكر مصابك بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا يكرمك يا مولانا. بنفكر بس المشاهدين، كان معانا مسجد التوحيد ومسجد الفاروق عمر بن الخطاب، عايزين بإذن الله في القريب العاجل يكون ليهم نصيب ان هم يصلوا في المسجدين بإذن الله، واحد فيهم في قارة ستة والهولسان حجر بالشرقية، والتاني في قارة زنانيري أولاد صقر ومحافظة الشرقية. يا رب أشكركم شكرا جزيلا. وقبل ما بننهي دايما نقول كريم رسول الله والله أكرمه، فهل فقير بين الكريمين يحرمه؟ لا والذي خلق الأكوان من عدمه لا يحرم الفقير من الكرم. ربنا يحفظك ويكرمك يا مولانا. من الناس الواحد بيبقى مستمتع جدا بكلامه، لان كلامه خارج من القلب وبيوصل، انا متاكد المشاهدين كمان للقلب يعني. ربنا يحفظك ودايما منورنا في دنيا ودين. اشكرك شكرا جزيلا، وايضا شكرا جزيلا للمشاهدين المحترمين اللي بيتفرجوا علينا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.